يعني من الممكن أن تكون هذه رسائل مبطنة لأطراف العملية السياسية الذين لا يريدون أن تكون هناك تغيير في الساحة العراقية. ولا أعتقد أن هناك أي رئيس وزراء يجرؤ في العراق، يعني حتى لو مهما كانت تبعاته، لو مهما كانت سلطته، أن يذهب لإخماد مظاهرة مسالمة داخل المنطقة الخضراء بالطائرات، لأن هذه التداعيات سوف تشن تون يعني حرب داخل المجتمع العراقي، وهم يعلمون جيدا ما تداعيات ما سيحصل، بالتالي تعتبر هذا هد العملية السياسية بالكامل، وهم المتضررين بصورة أولى وبالمجمل من هذا الموضوع. أعتقد أنهم تكون هناك تصريحات مبالغ بها من بعض القادة إزاء هذا الموضوع، لأنه أنت اليوم لا تستطيع أن تخمد ثورة شعب لا بالطائرات ولا بالهروات ولا بالأسلحة، وهذا ما شاهدناه على غرار فترات سابقة من حتى النظام السابق. نعم. قوة النظام السابق أن العراق كان دائما يسعى لانتفاضات، وكان دائما يقول صوته حتى أمام أصعب الظروف.